السلام عليكم يا شباب، واهلا بكم في الحلقة الخامسة من لعبة مانر لورد. واسف على التأخير في التنزيل لان كان صوتي رايح بسبب هذه الاجواء المتغيرة. تنام مصيف تصحى الصبح تلقى روحك مشتي، وعارفين طبعا نهاية القصة شن هتكون. عموما خلينا يا جماعة نستكمل بناء مقاطعاتنا وتطويرها وتوفير الموارد اللي يحتاجها الناس، وأيضا نواجه البارون في الدفاع على المقاطعات اللي ضميناها إلى أراضينا، وأيضا منحاول نستولوا على المقاطعات المتبقية لهذا البارون. وقبل ما نبدأ ما تنسوش دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر، ومتابعة ممتعة للجميع. حاليا وصلنا لمرحلة متقدمة يا جماعة في المقاطعة الخاصة بنا من تطوير المنازل وتوفير الموارد المطلوبة لهذه المنازل، بالذات اللي هي الأسواق والأكشاك وفرناها وضبطنا كل شيء. حاليا يعني مازال تقريبا هذا المنزل، أيضا هذا المنزل أوكي ممتاز 100%. يعني تقريبا يا جماعة الحي الجديد اللي بنيناه بالكامل يعني طورناه وفرنا فيه كل شيء. ترى نشوفوا أداء المواد الغذائية 90% ممتاز، الوقود ممتاز، الملابس ممتاز. عندك هذه المنطقة يا جماعة ممكن فيها بعض النقص، شوفوا آخر منزل هذا لا يتوفر فيه غذاء، رغم أنه موجود غذاء في المنطقة هنا، لكن تقريبا حيوصل ليه الغذاء يعني في أقرب فرصة. عندنا أكشاك الطعام متوفر فيها الطعام أوكي أوكي، ممكن في نقص بسيط هنا لكن إن شاء الله حيعوضوه كويس. أيضا يا جماعة إحنا طبعا في الحلقة الماضية ما تطرقناش الى الورش اللي المفروض نفتحوها في المنازل هذه في المدينه الرئيسيه. طبعا احنا شن فتحنا من ورش، فتحنا يا جماعه اللي هي ورشه اللي هي لصناعه الملابس، وورشه لصناعه الاسلحه بجميع انواعها، وورشه ايضا لصناعه الدروع. شن ما زال نحتاجه الى اللي هي دقيقه فقط اوكي، نحتاج الى ورشه لصناعه الاحذيه، وورشه لصناعه الاسهم، وورشة لصناعة أيضا الدروع أو العتاد، وأيضا ورشة لصناعة البيرة أو الشراب خلينا نقوله. أول شيء يا جماعة حنبدو بالأسهم أو النبيذ. طبعا المنتوجين يا جماعة نستورد فيه حاليا، يعني ندفع مقابلة في نقود ونستورد فيه. خلينا يا جماعة نبنو اللي هو ورشة خاصة بصناعة الشراب. يلا استهلكنا 4، كان عندنا 13 شخص، استهلكنا 4 أصبح عندنا 9. ممكن نفتح ورشة تانية مش مشكلة. شن نعمله يا جماعة؟ أسهم. طبعا يا جماعة عندنا حاليا عدد السكان 400 شخص، 402. السعادة 68 أوكي. النظام العام 100%. عندك أيضا الخزينة موجود فيها 4855. عندك هنا اللورد يا جماعة أيضا عنده في الخزانة 10,000 قطعة فضية، وأيضا نقاط التأثير 763. ناقص 3 هذه شني؟ تفضيلات الملك، يمكن استخدامها لأغراض دبلوماسية بما في ذلك تقديم الادعاءات وضحضها. أوكي ناقص 3 بالنسبة للوردات ممكن، أو الخصوم علاقتنا معاهم لأن في عداء بيننا وبينهم. فنقاط التأثير خلينا نركزوا عليها، هذه طبعا إذا زادت نقاط التأثير حننتظر إنها تزيد إلى 2000، لأن خلاص كل المقاطعات تم المطالبة بها وضمها، يا إما لمقاطعاتنا نحن، يا إما اللي هو البارون. كم يعني ما فيش مقاطعات مش مطالب بها، كلهم طالبوا بها. فإذا أردنا أن نطالب بمقاطعة من البارون فلازم نصل إلى 2000 نقطة اللي هي تأثير. نجو ايضا يا جماعة المستوطنة الاخرى اللي كنا نبنو فيها، شوفوا المنازل بنيت بشكل كبير. ايضا يا جماعة في الحلقة الماضية قمنا بفتح طريق تبادل للبضائع بين المقاطعة الرئيسية والمقاطعة هذه، كنا نتبادله في بلاط السقف بالجزر، وطبعا احضرنا الكمية بالكامل من بلاط السطح وقمت ببيعه في السوق. تمام طبعا زي ما قلت لكم بلاط السقف، شوف او نقص حقه، كان حقه 16، كان يعني يكلف 16، فبعت بلاط السقف جمعت ممكن تقريبا 22 من بلاط السقف بعناه. حاليا عندنا مبلغ اللي هي 352. حاليا يا جماعه حنبادله اللي هو الطين، طبعا جمعناه بالكامل الطين، شوفوا
المورد الخاص بالطين خلاص انتهى، ما عادش فيه. فبدينا يا جماعة نبدلوا في الطين بالتفاح، نرسله في التفاح من هذه المقاطعة ونبدلوا فيه بالطين، ونستطيع نغير أي منتوج يعني من هذه المقاطعة، لكن في الوقت الحالي نبدل فيه بالتفاح. والطين يا جماعة لما نجيبوه إلى هنا شن نحولوا فيه؟ نحولوا فيه إلى بلاط السقف. شوف حاليا عندنا 75 من بلاط السقف، ممتاز. حاليا هذا المبلغ ممكن يا جماعة أن نستثمروه في المزارع أو في الباحات الخاصة بالمنازل. وضعنا 3 مزارع في الجزر ومزرعتين للدجاج، وممكن نزيدوا أشياء تانية هنا. شن نزيدوا؟ نزيدوا تفاح، لكن تفاح يكلف 50. واو. طيب خلينا نزيد واحدة تفاح، واحدة جزر، وواحدة جزر. طيب تمام، خلي يزيد يعني الدخل. طعم عندنا الجزر 54، توت اوكي ممتاز. ايضا المقاطعة الثانية يا جماعة هذه صغيرة، شوفوا وضعنا فيها مستوطنين يشتغلوا حاليا، وعملنا مخطط بسيط، وضعنا ايضا منازل اللي هي المطلوبة اللي هي 5 منازل، بنينا 4 وما زال منزل ثاني. ايضا يا جماعة هذه المقاطعة مميزة لانه يوجد فيها مورد اللي هو الطين الغني. مورد الطين الغني هذا نستطيع ان نفعل فيه المنجم العميق. وبنينا كل شيء، كل المستلزمات اللي يحتاجوها هنا من مستودعات ومن حطابين ومن صيادين، كل شيء وفرناه. وبعدين نجو يا جماعة للمقاطعة الأخيرة اللي استحوذنا عليها من البارون. هذه المقاطعة استوطن فيها السكان، هنا وضعنا المخيمات الخاصة بهم والمستلزمات اللي يحتاجوها، وأيضا وضعت مخطط خلينا نقوله يعني مختلف، إن شاء الله يطلع مميز. مخطط هذا يعني وضعته في زاوية المقاطعة، شوف في الخريطة هنا شوفوها، شوف هذا المخطط. هذا المخطط يا جماعة إن شاء الله حيبان الشكل الخاص به لما يتم البناء فيه، لكن حاليا قاعدين نبنوا في المنازل الأولية 5 منازل بمزارعهم أو 6 منازل، ونشوفوهم لما نوفروا لهم كل المتطلبات نكملوا نبنوا باقي المنازل. طبعا طبعا يا جماعة المقاطعات هذه نستطيع نسميها أسامي خاصة بها يعني، فترى خلينا نسموها الاسم هذه، شو نسموها؟ بنسموها يا جماعة المقاطعة هذه نسموها سلة الغذاء. طبعا يا جماعة أنا كتبت بالعربي وما تبانش الكتابة هنا، لكن شوفوا الفوق في الأعلى تبان سلة الغذاء، مقاطعة سلة الغذاء. طيب لو صعدنا الأعلى في الخريطة ما يبانش فيها الاسم أيضا، لكن لو ضغطنا عليها شوفوا سلة الغذاء هنا ريتوه. هذا المطلوب، لكن ترى نشوفوا في اللي هي محطة التعبئة هل يطلع اسمها يطلع اسمها سلة الغداء. اوكي هذا المطلوب. هذا المطلوب. طيب هذه سميناها سلة الغذاء، هذه شو نسموها المقاطعة اللي بدينا بها؟ نسموها المقاطعة المركزية، شو رايكم؟ اوكي بهذا الشكل، ما نبوش يعني نغالوا في الاسامي او نحاول نالفوا اسامي معقده، خلوا بسيطه المقاطعه المركزيه. طيب يا جماعه المقاطعه هذه نخلوها شو رايكم اسمها مقاطعه الموارد المعدنيه، شو رايكم؟ بما ان فيها طبعا اللي هو مورد الطين اللي الغني، وايضا في هنا ايضا يا جماعه شوفوا موارد التوت، ايضا موارد التوت اللي هو مورد غني 200، شوفوا يا جماعة 256 ينتج فيه هذا المورد. نجولي هذه المقاطعة، هذه شو نسموها المقاطعة الضخمة هذه اكبر مقاطعة، نسموها مقاطعة السهول الخضراء. كويسة، ممكن كويسة يعني مقاطعة السهول الخضراء. فشوفوا هذه المقاطعة المركزية، هذه مقاطعة السهول الخضراء، وهذه مقاطعة الموارد المعدنية، وهذه مقاطعة سلة الغذاء. طيب الآن يا جماعة خلينا طبعا نبنو اللي هو الشيء الجديد فينا، اللي خلينا نبنو المنحل. المنحل هذا فين يوضع يا جماعة؟ ترى شوية
يقوم العمال بجمع العسل. يمكن لكل منطقة أن تستوعب ما يصل إلى 2 من مناحل النحل بشكل افتراضي، ووضع المزيد لن يزيد من العائدات. أوه فهمت، يعني 2 فقط. ممكن توضع هنا، توضع هنا، وتوضع هنا. نشوفوهم كيف حيكون البناء الخاص بهم. يا جماعة المخابز أصبحت تنتج في الخبز اللي بنيناها في الحلقة الماضية، إنتاجهم ما شاء الله. طبعا عندنا هنا اللي هو محصول الجاودر أو الشيلم هذا. حاليا احنا في الصيف وحاليا فيه 87 كمية الجاودر فقط. حاليا لو تشوفوا هنا يقول لك نمو المحاصيل 100%، فلذلك مش ضروري يعني احنا نخلوها تصل الى الخريف او فصل الخريف، لانه خلاص لانه يقول لك ما زال 19 يوم على فترة الحصاد. لكن احنا زي ما نشوف هنا وصلنا لعدد 87 من المنتوج الكلي، وخلاص وصلنا لمرحلة 100%، يعني ما عادش في انتاج اكثر من 100%، ما عادش فيه نمو او زيادة في المحصول. فلذلك ندير لها اجبار على حصاد مبكر افضل. هنا نجول المزارع هذه يا جماعة، ايضا هنا عندنا الشيلم وعندنا 97 من المحصول، وايضا وصلنا ل اللي هي 100% من نمو المحاصيل، ونخليهم يقوموا بالحصاد المبكر. هنا يا جماعة قمت بإيقاف الزراعة لأن خصوبة الأرض يعني منتهية، كان فيها الكتان. فالكتان يا جماعة زي ما تشوفوا خصوبته يعني منتهية، فخليت المحاصيل القادمة اللي المفروض يزرعوها اللي هي القمح وبعدها الشيلم. أيضا نشوف في مقاطعة سلة الغذاء هذه، نجوها نبنوا فيها مزارع. مزارع هنا شوفوا يا جماعة عندنا منطقة خصوبة عالية بالنسبة للكتان هنا، أوكي شعير ممتاز، جاودر شامل كل شيء، فأوكي نقولوا له كويس. فخلينا نعملوها هنا. طبعا مزارع حنخلوها مزارع صغيرة يا جماعة، ما نبوش أن نخلوها مزارع واسعة باش يسهل حراثتها وزراعتها. طيب حنخلوها بهذا الشكل أو بهذا الشكل، ممكن بهذا الشكل. طيب كويس، يا سلام، نعم بهذا الشكل، يا عيني عليك، يا سلام، ايوه بهذا الشكل ممتاز. نجو للمزرعة او مبنى المزرعة، فين نضعه؟ نضعه هنا او نضعه هنا او نضعه هناك؟ نضعه هنا. طيب كويس يا جماعة، حاليا عندنا اللي هو الواح خشبية، وفرنا ممكن 10 قطع متوفرة. فالالواح هذه يا جماعة خلينا نستغلوها في تطوير او توسعة اللي هي، شوفوا المستودعات خلاص اصبحت فل هنا، خلينا نطورها. تكلف 10 ايضا في التوسعة، خلينا نوسعها ايضا بالنسبة لمستودع الطعام، لكن ما زال يصبر مستودع الطعام ما زال. طيب يا جماعة حاليا جهزنا الحقول الزراعية، خلينا نعينوا اشخاص. طبعا احنا عندنا 7 اشخاص يعني متفرغين وجاهزين للعمل. خلينا نعينه مبدئيا، خلينا نقوله مثلا كم، 3 خليهم 4، وخلينا نجول الحقل هذا. شنو نزرع فيه؟ يا جماعة عندكم قمح 51%، عندكم شعير 49، كتان 46، شيلم 97. اوكي الشيلم هذا مشابه للقمح، شو رايك نزرعه 97 وبزرعته؟ ممتاز. طيب يا جماعة هنا تم بناء مصنع الجعة في هذا المنزل، تمام، واصبحوا ينتجوا في الجعة. ترى نشوفوا ياخذوا، شوفوا في حبوب المالت او الشعير المحمص، يجمعوا فيه ويصنعوا فيه الى شراب. كويس ممتاز. هنا شنو عملنا هنا يا جماعة؟ نصنع في الاقواس او قوس الحرب الخاصة بالرمع. نجولي هذا المنزل يا جماعة، شو رايك نحولوه الى صناعة الدروع او صناعة الاحذية، ورشة اصلاح الاحذية. نجرب الدروع بعد فتح صناعة الدروع المتقدمة وصناعة الدروع الخبيرة، يتيح انتاج درع السلسلة ودرع الصفائح. ممتاز، بكلف 10 قطع نقدية و4 من الالواح الخشبية. طبعا هذا البناء فقط في بناء الورشة، لكن بعدين حيكلف طبعا حديد واشياء تانية تدخل في صناعة الدروع. فخلينا نفعله في هذا البيت. نجول لمقاطعتنا هذه سلة الغذاء،
ونعملوا لها اللي هي الحاجة اللي يحتاجوها اللي هي الكنيسة يا جماعة، يحتاجوا إلى كنيسة، لكن فين حنعملوها؟ الكنيسة هنا أو هنا؟ هنا نديروها، هذه الكنيسة تمام. وأيضا يا جماعة نديروا لهم الحانة هنا تقريبا تمشي صح؟ نعم هنا. ايوه بهذا الشكل كويس. تم حرث هذه الارض، هل نستطيع نحرث الارض الثانيه؟ والله ممكن نستطيع يا جماعه تصدقوا. شو نزرعوا هنا؟ نزرعوا شعير او قمح، نزرعوا شعير. يلا نجوا يا جماعه للمنحل او خلايا النحل، شوفوا تم بنائها، نعينوا فيها اشخاص. اوه كل خليه تصدقوا يا جماعه او كل منحل تستطيع تعين 4 اشخاص. الله 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 جميل. كم نعطوا واحد هنا؟ اول شيء نضع واحد فقط او 2، نخلي واحد او عائله، يعني عائله واحده تشتغل في هذا المنحل وفي هذا المنحل، بعدين نزيدوا ان شاء الله لما يزيدوا عندنا العمال. يا عيني يا عيني يا جميل. شوف أصبح الآن هذا المنزل ينتج في الدروع. عندنا هنا درع مغلف بالسلسلة، وهنا اللي هي الخوذات، وهنا الدرع الصفيحي. جميل. هنا كم يكلف؟ يكلف لوحين من الحديد هذا درع السلسلة، وهنا يكلف لوح واحد اللي هي الخوذة، وهذا أوه الدرع الصفيحي يكلف 8 ألواح حديدية يا شيخ. طيب طيب ممتاز. لكن انا ما زلت مش عارف هل الدروع هذه يلبسها الميليشيات يا جماعه او يلبسها اللي هم الحاشيه، حاشيه القلعه، لان حاشيه القلعه في خيار نستطيع ان نشتري لهم دروع، لكن في خيار اخر نستطيع ان نعينوا لهم دروع من الدروع الموجودة عندنا، يعني أو اللي نصنعوها. لكن بالنسبة لهذه الدروع إذا وفرناها في المخازن، هل تلبسها الميليشيات أو لا؟ مانيش عارف، هذه ما زلت مش متأكد منها. كويس تم بناء الحانة يا جماعة. طيب لو مثلا يا جماعة عملنا تجارة، هل التجارة هذه بتجيب لنا مردود في الخزينة أو لا؟ طبعا عندنا 247 كراس مال يعني، فلو مثلا قررنا نجيب شراب أو ملابس، مثلا نجيب ملابس وشراب، عندنا 197 أوكي، نشتروا شراب مثلا 10 وملابس نشتروا 10. كويس. نجوا للطعام احنا كم نصدروا؟ نصدروا في 20 من الخضروات، عندنا 110 اوكي تمام. توت لا مش حنصدروه، لحم لا مش حنصدروه. اوكي هذا الموجود. طيب نجوا الشيء الثاني اللي هو باش نزيدوا راس مال لهذه المقاطعة. زي ما قلنا احنا نقوم بعملية تبادل بين المقاطعات، بين المقاطعة هذه سلة الغذاء ومقاطعة المقاطعة المركزية. فحاليا المفروض احنا حاليا هنا في المقاطعة المركزية نصنعه في الطين ونحوله فيه الى بلاط السقف. عندنا بلاط سقف 79. خلينا تو حاليا نجو نعمل تبادل الان، بدل ان نرسل التفاح مقابل الطين نرسلوا لهم اللي هو بلاط السقف، فينا هذا مقابل الطين. قال لك كل قطعة واحدة من بلاط السقف تكلف 12 قطعة من الطين من المقاطعة الثانية سلة الغذاء طبعا. اوكي نخليها بهذا الشكل، نبادلوا الطين ببلاط السقف افضل شيء. خلينا نبنوا منزل اللورد او القلعة. طيب نبنوه بهذا الشكل بهذا الشكل. نعم حاليا نستطيع نبنو، امورنا تمام التمام. نعطوه برج، نعطوه برجين يا عيني علي، ونستطيع نعطوها براج اكثر، لكن خلينا على هذه الحاله.
الشيء الثاني يا جماعة، نستطيع طبعا نبني أسوار من القلعة هذه، لتها من هذه القلعة نمدها إلى باقي المدينة، نستطيع نغطي المدينة بالكامل بالأسوار. طيب لكن هذه الأسوار يا جماعة تحتاج إلى موارد، بالذات اللي هو ألواح الخشبية. الأسوار هذه وين هي؟ هذه خلينا نقوله تكلفتها ألواح خشبية، فواحد لوح خشبي تقريبا لكل جزء من السور، يعني ممتد بالكامل إلى هنا، مش عارف كم يكلف حاليا. مش عارف حن نعمله تقريبا يا جماعة، هنديره برج قريب من هنا. شوفوا 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 الدائرة المحيطة به، الدائرة المحيطة به هذه، هذه المساحة اللي حتستطيع انك تبني فيها الأسوار او اي جزء من الاجزاء او المباني الخاصة بالقلعة. لو بنينا خارج هذا المدى، لو تلاحظوا هنا، لو بنينا خارج هذه المساحة مثلا هنا، مش حينبني، يقول لك لا نستطيع. لكن في داخل المساحة هذه يبني عادي. فترى نجربه كمثلا، مجرد اننا بنزيد المساحة فقط، تمام، ونزيد نضعه واحد ثاني مثلا من هنا، من هذا من هذه الجهة. شوفوا، نعم، مثلا نديره حاليا سور مثلا من هنا ونمدوه. شوفوا شوف 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 بهذا الشكل. طيب وهكذا، شوفوا الى وين ما تبي، لكن دائما ضروري تكون في داخل الحدود هذه المخصصه للبناء. ف شوفوا حاليا نستطيع ان ترى نجرب عمليه المد والشد، خلينا مثلا نقول هذا بهذا الشكل، تمام، مبدئيا يعني. وايضا نستطيع يا جماعه ان نلغوا الابراج هذه اللي عملناها، ريت هذه تو الابراج هذه وفرت لنا مساحه، مجرد ان وضعنا الابراج هذه الاماميه، تمام، فهذه نستطيع نقولها يلا نزيلوك، يلا ما عادش نحتاجوك بهذا الشكل. شوف لقيتوا كيف اصبحت الاسوار موجوده والابراج الثانيه موجوده، ونستطيع نبني عليها ونزيد في المساحه، ونستطيع ان نلف الاسوار على كامل المدينه. يعني اهم حاجه ننتبهوا للموارد، اهم شيء ننتبهوا للموارد المستهلكه في البناء. فحاليا تكلفة تقريبا بناء هذه المباني، القلعة والأبراج وهذا السور مع الأبراج الدفاعية، تقريبا هذه الأبراج الدفاعية يا جماعة تطلق في الأسهم تقريبا تقريبا. فالتكلفة بشكل كامل هنا 72 من الألواح الخشبية من 125، و71 من الأخشاب من 163، و55 من الصخور من 105. ونستطيع نبني حاليا هذا البناء اللي تو عملناه المؤقت هذا، تمام، نستطيع نبني حاليا. شوفها كويس. وبعدها بعد ما نبنيه يا جماعه ونزيد الموارد ونزيد المواد اللي تدخل في بناء الاسوار، بعدها نكملوا باقي القلعه ونكملوا باقي الاسوار، يعني نجعلوها تلتف بالكامل على المدينه. وأتممنا يا جماعة بناء القلعة المبدئي، طبعا مازال فيه تكملة البناء، لكن في الأول خلينا نشوفه بالنسبة لقوات الحاشية الخاصة بالقلعة هذه. شوفوا هذه هم القوات، حاليا نحن بنينا ثكنتين أو برجين خاصة بهذه القوات. خلينا نشوف كم عدد نستطيع نستخرج، 36، ممتاز ممتاز. الخزينة الخاصة باللورد حاليا عنده 11,000، نستطيع نشتري 36 اللي هي تكلفته 50 طبعا الجندي. جميل كويس ممتاز. حاليا يا جماعة المقاطعة لديها قوات خاصة بها، المقاطعة هذه اللي هي سلة الغذاء والسلة الغذائية لديها قوات خاصة بها موجودة ومتوفرة، نستطيع نعدل في جروحهم. لكن أول شيء يا جماعة خلينا نشوفوا الضرائب، ضريبة الأرض. طبعا هم ما زالوا في البداية يا جماعة، ما نبوش ننتقلوا عليهم الضرائب، خلينا ناخذوا منهم اثنين ضرائب، تمام، اللي هي والتبرعات للكنيسة خلينا نأجلوها للفترة هذه، خلينا نأجلوها حاليا بعدين نعمل لها تبرعات. كويس
شوفوا اوكي جميل والله. شوفوا ضريبه الاراضي 2 والفقدان الموافقه 0. شوفوا لو كان زدنا ترى عندي 3 ترى ناقص 1 اوكي نخلوها 2 مستقره يعني 2 ممتاز بهذا الشكل جميل. والان نستطيع ان نكمل مخططنا يا جماعه اللي هي لا خلينا نديره اللي هو الابراج اللي هي تزيد في مساحة تمديد السور. شوف شوف بهذا الشكل ريت المساحة كيف تزيد مع بناء الابراج هذه الصغيرة او التاور الخاصة بالدفاعات. طبعا هذه كلها مؤقتة، طبعا هذه مانيش بانينها يا جماعة بشكل رسمي، بل هي مجرد ان نحدد الاماكن الخاصة ب اللي هي بناء السور. فخلينا نعمله هنا ونعمله مثلا هنا، حيلتف السور من هنا بهذا الشكل. ترى نجربه حاليا، نجربه نمشي السور من هنا بهذا الشكل. ايوه بعدين مشوا بهذا الشكل، نعمل بوابة. شو رأيكم بهذا الشكل؟ طيب بهذا الشكل شو رأيكم؟ يعني كمبدأ مبدئيا حاليا صرنا نقص في الخشب تقريبا، فحاليا نستطيع ننفذ بكلف 86 من الأخشاب و 128 من الألواح الخشبية و 50 من الحجارة، ونقول له يلا جميل يستكملوا. شو رايكم؟ طبعا حنخلي الوان الخاصه بالقوات في كل مقاطعه، يعني اللباس الخاص بهم نخليه مختلف عن اللباس نتاع مثلا نتاع المقاطعه المركزيه، كل مقاطعه نخلي لباسها مختلف من ناحيه الالوان. شو رايكم؟ فاحنا كنا مدانين الازرق والابيض، هنا نخلوه ممكن الاحمر و مش عارف الاخضر او الاصفر، نخليه الاحمر والاصفر. شو رايك بهذا الشكل؟ كويس. وايضا دروحه نخليه نفس اللون احمر واصفر، وهكذا نعدل على جميع القوات. الخوذه كذلك نخليها اي شكل، مش ضروري الخوذه يعني. طيب هنا يا جماعه زي ما تشوفوا جمعنا بلاط السقف اللي هو 86 بلاط السقف اللي هي في هذه المقاطعه اللي هي سله الغذاء. شو نعملوا؟ تجارة، نديروا تصدير. شو رأيكم؟ لكن نصدروا يعني كميات لا بأس بها مش بالكامل. خلينا نصدروا مثلا 15 قطعة. طبعا القطعة الواحدة ثمنها 12 عملة. شوفوا هذه القوات يا جماعة، شوف هذه الحاشية كأنها تعمل دوريات صح في المدينة. نعم كأنها تعمل دوريات. هم من السكان نفسهم يبنوا في الأسوار. اوه طيب تم رصد عدو. اوه اصبر وين العدو؟ في عدو. اوه قادم ها العدو من هنا يا جماعة. شوف مرتزقة لمن قادمين؟ لمقاطعتنا اكيد لمقاطعتنا. طيب كويس ان احنا عملنا القلعة وفعلنا جنود القلعة. هذا ممكن يستهدفوا هذه المقاطعة يا جماعة ما فيهاش قوات وصغيرة وممكن يستهدفوها بسرعة. اصبر شوي خلي نقول لهم هادم جماعة الحاشية هنا، طبعا نجوا نديروهم هنا، نقول لهم اخرجوا هنا. وجماعة حتى جماعة الحاشية نتاع المقاطعة المركزية نعطوهم خيار، نقولهم تعالوا هنا يلا، ونخليهم يخرجوا. جميل يجمعوا في أنفسهم. يلا انطلقوا يلا يا عين عليك. جهزوا أنفسهم، سلحوا أنفسهم، لبسوا الدروع، وهم ذاهبين الآن لمواجهة هذه الميليشيات أو المرتزقة اللي يحاولوا. شوفوا عندنا تقريبا
سرى 4 مجموعات من المرتزقة. وصلت القوات. والقوات الثانية هنا وهذه. يلا عملت دفاع. طيب طيب هزمت القوة الأولى. كويس جت المجموعة الثانية. فين المجموعة الثالثة؟ في واحدة ثانية تصادموا بيهم. اوكي اوكي تصادموا بيهم. 3 مجموعات تصادموا بيهم. شوف 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 طبعا فاعلين وضعية الدفاع حاليا ودمجوا الميليشيات او المرتزقة دمج مش عادي. قاعدين محافظين على اوكي نقص منهم واحد جماعتنا قتيل. طيب هزمت سليتين هزمت او مجموعتين من المرتزقة والمجموعة والمجموعة الرابعة ايضا هزمت. جميل هزمناها. تعال تعال انت تعال تعال انت مالكمش لزوم. هذول ما وصلوش طبعا الحاشية او قوات الصدمة الخاصة بالمقاطعة المركزية ما وصلوش في الوقت المناسب فرجعوهم. هنا خسرنا 2 من القوات مش مشكلة حنعوضوهم ان شاء الله. يا جماعة ما نقدرش نتحكموا في المخزن مخزن الحبوب ما نقدرش نضغط عليهم ونشوف شو فيه. وكأنه تم عزله عن باقي الواحد عن باقي هذه المنازل. اوه والله الا خطيره خطيره تصدقوا ما توقعتهاش. شوف حتى المنازل لو انه نضغط عليها ما نستطيعش نضغط عليها. شوف شوفها تطلع القلعة. احنا حنستنوا لين يبنوا تمام بعدين نقوموا بالدخول و يعني الغاء الاسوار هذه المحيطة هنا ممتدة ونخلوا القلعة لحالها. يعني القلعة فقط نخلوها مسورة بسور ما نبوش نزيدوا في الاسوار ولا نوسعوا فيهم ولا شيء. لا نخلوه سور خلاص على القلعة وانتهى الموضوع. والله يا جماعة ما توقعت انه بينعزل المكان بالكامل. يعني ما تستطيعش انك تتصرف او تستطيع انك تتحكم في المنازل وفي الحقول اللي فيها وتشوف ايضا الاكل شن وضعه والمخازن شن فيهم. ما تستطيعش رأيتوا كيف. ولا تستطيع حتى تهدهم يعني المنازل ما تستطيعش انك مثلا تهدمهم ولا تعدل فيهم. خلوهم يكملوا البناء لان تو حاليا لو قمنا بالهدم حيهدم المبنى بالكامل. لكن لما يتم البناء حنستطيع ندخل لضبط المبنى ونهد الاجزاء اللي ما نحتاجهاش يعني مثل هذه وهذه وهذه تمام. فخليه يبني في الوقت الحالي. طيب يا جماعة استطعنا ان نقلعوا الاسوار والقلعة لغيناها بالكامل ووضعنا القلعة يا جماعة هنا شوفوا في هذه المنطقة. هنبنيها هنا ونجهزها ونزيد فيها عدد الابراج او الثكنات. احنا كنا حاطين فيها برجين حنزيدوا نضعوا فيها يعني 4 ابراج. طيب خلينا نشوف هنا يا جماعة. شوفوا عندنا السكان زادوا بشكل كبير كبير جدا في المقاطعة المركزية. خلينا نعملوا لهم اللي هي اخر قسم اللي هو صناعة الاحذية. طبعا الاقسام هذه يا جماعة يعني نستطيع نعمل منها اكثر من قسم. يعني نستطيع ان نعمل مصنعين او 3 من صناعة النبيد. نستطيع ان نعمل مصنعين او 3 من ورشة الحدادة وكذلك وكل الاشياء. يعني نستطيع من نعمل منها ورشتين او 3. لكن التحدي الكبير في هذه الامر اللي هو الموارد. الموارد يا جماعة صعب ان نوفر الموارد هذه بشكل كبير في الوقت الحالي. فخلينا نبنوا هذا المصنع. اوه البارون يطالب بمقاطعة السهول الخضراء اللي هي هذه.
أعلننا العداوة. الله اصبر شوي، فين القتال؟ هنا القتال، هنا. اوكي تعال تعال تعال. طيب طيب كويس 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 كويس. تعال انتم، وين ال عندنا هادم هنا. طيب قواتنا اللي في هذه المقاطعة استخرجوهم، يقولوا لهم تعالوا هنا. باقي القوات نقول لهم تعالوا هنا. طيب خلي يبدأ. وبدت المعركة، وصل لساحة المعركة يا جماعة، لكن احنا ما زال وصلناش، احنا قاعدين كيف نرتب في جنودنا. لكن شوفوا عندنا مرتزقة هنا بعدتهم يعني في جهة ديك الرماة، وعندنا جنودنا وعندنا جيشنا الرئيسي هنا. تمام، فهم فين ذاهبين؟ فهم فين ماشيين حاليا؟ بيهجموا علينا والله كيف. خلينا نقربوا لهم هادم شوية بس. تعالوا هنا، خليه يقربوا منهم بس يشتتوهم طبعا. ثبت موقفك، هذا بيهجموا توا حاليا يا جماعة. يلا احنا عندنا جيش تاني. وين هذا؟ هذا الجيش، هذا الجيش. تعال تعال. هجم 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 هنا. هجم هنا. تعال بسرعة انت، تعال انت. والله ما عاد في وقت، الله والله ما عاد في وقت يا شيخ. المرة مش لصالحنا الهجمة يا جماعة، والله يا خايف انها ما هي لصالحنا. يلا بسرعة. صارنا ضغط شين ما عاش يجري يجري. مني مني الهزم قواتنا، قواتنا بين يا جماعة. طيب تعال 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 بسرعة. أسهمنا، تعالنا تعال تعال تعال. يا ضرب أضوء على سرية من سرايانا، لكن مش مشكلة. يا يلا يلا اضرب بسرعة بسرعة. بسرعة بسرعة بسرعة. تعالوا هنا والله إلا بسرعة. اضرب دهنا.
يلا يا جماعة المشكلة هادم تعبانين تعبانين خلاص. اضرب هذه القوة اضرب هذه القوة خشي معطوب. مين اللي معطوب؟ قوات العدو. اوكي اوكي جميل 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 جميل. هزمناه هزمناه والله يا جماعة. اللي كانوا خلاص كانوا حيقضوا علينا بسرعة. هزموا هزموا ولا مين اللي هزم؟ ايه لا هزموا هزموا احد السرايا هزموا. دخلوا فيه يلا يلا يلا. هزم. طيب شن حنعمل الان؟ تعال هنا تعالوا انتم تعالوا هنا. بسرعة شن صار؟ بيعطينا 485. لا ممنوع ايها البارون الامعة تنوريك ومشت مشت قوات. تعال امسكوهم امسكوه. يلا احسن بعد انتصار. وي 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 يا جماعة الله والله يا جماعة ديم تكبدنا خسائر هالمرة هالمرة تكبدنا خسائر بسبب شنو؟ بسبب ان استعجلنا في اعلان الحرب. استعجلنا في بداية المعركة يا جماعة. كنت ممكن نجهز القوات ونمركزهم هنا او هنا وكنا نواجههم في الميدان بسرعه بدون ما يعني ياخذوا هالوقت هذا والتمركز والجنود وصلوا تاعبين مرهقين. شوف الضحايا شوف شوف الضحايا يا جماعه قتله مش عارف كم اللي 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 يقوم بدفن الجثث عنده يعني عنده سبعه هنا يعني العدد لكن اكثر انا اكثر من سبعه يا جماعه. كيف سبعه؟ فين هو ال شو اسمه اللي يدفن في جثث؟ عندنا شخص يدفن في جثث احنا ولا ما عندناش؟ لا ما عندناش يا جماعة. اوكي مش مشكلة نقوم بناء اللي هي المقبرة والمكان دفن الجثث. وين نعملوه؟ نعملوه هنا هم بوضعه هنا. عندنا كم سرية؟ شوف يا جماعة كم سرية خسرناها. ثلاث سرايا سيافين والرماح والرمع خسرناه في المعركة. اوه شوف شوف كم طلع الان جثث 201 200 لا 271 جثة 271 جثة يا جماعة يا شيخ مذبحة صارت هنا. والله الا مذبحة. شوف يا جماعة من كتر محصول الجزر الكبير اصبحت نبيع بال 500 حبة. والله العظيم لقيتها في فائض ضخم مش عادي يعني حتى من ناحية
المستودعات الخاصة بالطعام تمتلئ بسرعة يا جماعة من كتر الجزر. محصول الجزر كبير. وعندك التفاح أيضا، شوفوا وقفت وقفت الاستيراد، كنت نستورد أنا فيه، كنت نستورد في 100 قطعة، وقفت الاستيراد. عندنا هنا البيض قليل، تصدقوا خل نستورد البيض، خل نستورد مثلا 50 حبة أو 100 حبة، 100 حبة. كويس. الخبز أيضا كنت نستورد في 50، وقفت استيراد الخبز. شوف عندنا 500 من الخبز. عندك التوت، هذا نستورد فيه لأنه ما يكفيش التوت أصلا، عندنا نقص كبير، المحصول ينتهي بسرعة، محصول قليل أصلا اللي هي طبعا التوت البري. اللحم كذلك نستورد فيه. للأسف يا جماعة اللعبة ما فيهاش إلى الآن نظام مثلا إنتاج اللحم، مثلا تكون عندك قطعان من الغنم من الأبقار تربي فيها مثلا، تعملها في حظائر وتتكاثر وتأخذ جزء منها يعني تستهلكه في اللحم. ما فيش الخيار هذا. فالمصدر الوحيد للحم اللي هي طبعا الغزلان والحيوانات البرية فقط، قليلة جدا، يعني ما تكفيش. يعني توقع مجتمع، أو شوفوا يعني السكان عددهم 356 تحاليا 357 يستهلكوا في كميات ضخمة من الطعام، ما يكفيهمش هذا العدد. وعندنا هنا طبعا الأغنام يا جماعة قاعدين 10 أغنام فقط، ما زادوش. فكنت يعني نتمنى أن يزيدوا، يعني يعملوا لنا ميزة في أحد التحديثات القادمة، يعملوا لنا ميزة أن نستطيع ننتج اللحم من الأغنام ومن الأبقار، نعمل حظائر مزارع ليهم، نخليهم يتكاثروا أيضا، نتاجروا بيهم. فهذه حتكون كويسة يعني الإضافة هذه أو الميزة. هنا يا جماعة في مقاطعة سلة الغذاء الحطابين، يعني عدموا الغابة عدموها، حنعملوا لهم اللي هو يسموا فيها كوخ الغابة. طيب حتى نقوم بزراعة اللي فقدوه، ونديره هنا. نعاودوا بناء المزارع يا جماعة، المزارع اللي عندنا نحاولوا أن نخلو الحجم الخاص بها صغير حتى يسهل حرثها وزراعتها. تمام. فحاليا عندنا 1 2 3 4 5، شغلنا حاليا 5 هادم. طبعا ما زال زي ما نقولوا الخصوبة مستهلكة من آخر مرة، فخلنا نزرعوا هادم الثلاثة. طبعا حنقوم بزراعة القمح في الثلاثة، لأن محصول القمح عندنا يا جماعة تقريبا، ترى نتأكد منه، اللي هي الحبوب. وأيضا الدقيق انتهى، خلاص انتهى يا جماعة الدقيق عندكم، علم وصل مرة والكمية الخاصة به إلى 1000 وأكثر. تمام. فحاليا انتهى الدقيق، استهلكناه في صناعة الخبز. الآن الخبز كم عندنا؟ الخبز عندنا 546 وكان 600، يعني في استهلاك في الخبز، فلازم ننتج الخبز بكميات أكبر، وهذا يحتاج إلى القمح. فلذلك عملت 3 مزارع، وحاليا بادين في الحرث وحيزرعوه بالمزرعة. لكن إيش عارف، حاليا إحنا في نوفمبر، هل نستطيع أن نتدارك الوقت ونزرع بسرعة قبل فصل الشتاء أو لا؟ مانيش عارف. عندنا في المزارع هذه عندنا هنا الشيلم، والله يا جماعة الشيلم ماني عارف، الشيلم ما حسيتش إنه في إنتاج قوي الصراحة، والباين حتى في هذه المزارع أنا بنغير تصميمها، لأن أيضا خصوبتها هنا وقفت الزراعة هنا لأن خصوبتها خلاص انتهت. شوفوا تو حنا لو كان نزرع القمح الخصوبة 7%، شوفوا الشيلم هنا 2%، يعني منتهية المزرعة. فوقفت الزراعة هنا تقريبا يا جماعة، تصدقوا خلنا نهدموها. ايوه هيك خلوها، باش نديروا لها تقسيمة ايضا يعني تكون مريحة صغيرة شوية. بس شوفوا كيف المكان الخاص بالخصوبة تم استهلاكه. لو جينا الكتان مش موجودة خصوبة، انا الشعير
موجودة هنا الشعير، لكن يعني مستهلكة زي ما لو كان نشوف الخصوبة العامة. شوفوا هنا مستهلكة. فالشعير شن تاني؟ الجودر، الجودر طبعا هو هذا الشيلم تقريبا اسمه. فممكن نديروها هنا، نديرهم هنا طبعا تكون قريبة شوية من ال، ترى نجربوا هذا بهذا الشكل. لا خليها هيك. ايوه وهكذا. طيب هذا قمح شعير، والله ماني عارف يا جماعة، لكن انا بنزرع الشعير الصراحة، الشعير القمح قصدي القمح. ايوه القمح، زراعة القمح. هنا شو بنزرعه هنا؟ الشيلم. يا ودي الشيلم، لا 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 منبوش نزرع الشيلم. تابع ترى قمح شنو وضعه؟ 35 الخصوبة. شيخ ازالة. ايوه نشوفوا الخصوبة. كتان شعير جاودر. الخصوبة تبان يعني اوكي مستهلك ايضا هنا. فمش عارف في مكان هنا ايضا، وفي هنا. ف خلينا نقوله مثلا، او خلينا نقوله هكذا، خلينا نشوف بها هكذا. وهكذا نمشي بها هكذا. طيب وخلينا نمشي بها هكذا تمام، ونجو بهذا الشكل. رغم بيبعد المسافة لكن مش مشكلة. اوه وصل، وصل الشتاء، الشتاء وصل. ما ينفعش للأسف، ما ينفعش الزراعة الآن. طيب نجهز الحقول مش مشكلة بهذا الشكل. بهذا الشكل. وهنا ايضا حنديروا مزارع هنا صح، نديروا مزارع شوي بس. وهنا نديروا مزارع، مزرعة هنا ترى ممكن هيك. ومزرعة هنا. بهذا الشكل. ونخلوها. بعد الشتاء ان شاء الله اكيد حتسترجع خصوبتها. ونشوف وش نعملوا فيها. او خلينا نحدده من الان. شركة محدده من الان. نشوفوا ترى الخصوبة، خصوبة القمح. اوكي جميل جميل جميل. وهنا 60 ممتاز. شراكة مبنوا لهم اللي هو هذا السياج، السياج هذا اللي يتيح استخدام الحق اللي مش عارف شنو، استعادة الفيرتيليتي تقريبا الخصوبة. طيب خلنا نعملوا لها. ايوه بهذا الشكل. صحيح فيه شوية بس، فيه خطأ انا لقيته من اللعبة، مش عارف جلتش او خطأ يعني برمجي، انها طبعا السياج يا جماعة شوفوا يكلف 5 من الألواح الخشبية تمام. فمن اللي يجيب الألواح الخشبية؟ طبعا البنائين تقريبا أو المزارعين، مانيش عارف، يضعوا الأخشاب في الحقل تمام. فمثلا كل فلاح، كل بناء يا جماعة يجيب لوحين من الخشب يضعه، ويجي لي بعده ويضع لوحين من الخشب، مثلا 4 ألواح من الخشب. شنو يصير؟ يجي الجاموس، شخص يحمل الجاموس ويجي ياخذ الالواح هذه ويذهب بها. وين يذهب بها؟ مانيش عارف، يضعها في المخازن، يضعها في جهه ثانيه مانيش عارف، ينهض في الالواح الخشبيه من هنا. فتصبح كانها دائره مفرغه،
البنائين يجيبوا الالواح ويجي الجاموس ياخذ الالواح حد يرفعها، تلقى روحك مش حتبنيه ابدا. فوقت بناء السياج يا جماعه وتجميع الالواح، حاول مثلا حاولوا انكم تتخلصوا من الجاموس لفتره مؤقته هنا وهنا. طبعا الجواميس الاثنين يشتغلوا، حتى لو كان مثلا المنزل الفلاحين او المزارعين خاص بهذا المنزل المزرعه يعني، حتى لو كان في جهه ثانيه يجي الجاموس ينهض اللي هي الالواح الخشبيه. فلذلك قم بالغاء الجواميس لفتره مؤقته لين يجوا البنائين ويبنوا السياج، بعدين رجعهم من جديد. طبعا هذا الخطا موجود عندي، مش عارف هل عند موجود عند الناس التانيين يلعبوا في هذه اللعبه او لا. هذه ركز لاحظتها يعني في وقت بناء السياج الخاص بالحقول. والى هنا يا جماعه نصل لنهايه حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى انها نالت اعجابكم واستمتعتوا بها. وقبل ما ننهي نخليكم مع بعض اللقطات اللي طلبها احد الشباب، قال لازم تتمشى في المدينه بشخصيه اللورد، خلينا نشوف منظر المدينه من تحت. لذلك استمتعوا يا جماعه بالمناظر هذه الجميله، وما تنسوش دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر، والى اللقاء في الحلقه القادمه، مع السلامه. Shy, good sirs and ladies.